دبي تعطي كمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحم أبوي زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. لا تقرب منازلها إلا بحب زايد السنة.
احنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب احنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب الا كالزاير داري لا تقرب منازلها الا محب زايد السلسلة واليقن وراها ليس هو بالشخص العادي بل طموحه واسعا بحجم الأفق وأحلامه لم تكن تعترف بسقف تقف عنده مثابرا ومبدعا ويعرف كيف يسلك طريقه نحو ريادة الأعمال لؤلؤة متميزة من عقد لآلئ دولة الإمارات اليوم نلتقيها في برنامجنا لآلئ الاتحاد السيد محمد خليل مؤسس كافيه كلاسيكو كافيه أهلا بك يا فندم مساء الخير سيد محمد رجال الأعمال هم رجال الفرصة هكذا يوصفون دائما لا يسمحون لأي فرصة أن تمر من أمامهم دون أن يستغلونها بتحقيق نجاح معين يخصهم ما هي الخطوات التي مررت بها قبل تأسيس كلاسيكو كافي؟ بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ اللقاء بشكركم وبشكر أسرة البرنامج بداية كان شغلي في شركة مرموقة وكنت بشتغل في المبيعات وطبعا زي أي شخص بيحب الطموح والتقدم والاستمرارية في النجاح فبدأت أن أنا أشتغل في الشركة واكتسب منها خبرة وبناء عليه ابتديت أن أنا أبتدي أشتغل مع نفسي في شغل خاص والحمد لله توفقت في فترة زمنية وبناء عليه ابتديت أفتح الكافيه لأن ده حبي يعني فحاجة أنا بحبها والحمد لله ربنا وفقني في افتتاحها يعني. الفراشات المتحركة التي لا تتوقف عن العمل واغتنام فرص لتحقيق مزيد من النجاحات كيف تصف نفسك الآن بعد أن حققت هذا النجاح؟ والله أنا بشكر ربنا كثير على اللي أنا وصلت له وفي الحقيقة هو كانت البداية طبعا بداية صعبة جدا أن أنت بتختاري طريق حياتك في أن أنت بتشتغلي في المجال اللي أنت بتحبيه فهنا أنا عليه ابتديت أن أنا التزم واشتغل واجتهد والحمد لله توفقت ان انا افتح كلاسيكو كافيه حقيقة في بداية الأمر إن كلاسيكو كافيه مختلفة عن باقي الكافيهات في الخدمة في النظافة في اتباع تعليمات البلدية والدوائر الصحة وملتزمين طبعا في يعني في تقديم أجود أنواع الخدمة اللي بناء عليها الكاستمرز اختار كلاسيكو الناجحة من أجل اختيار الطاقم المتواجد لديكم؟ أولا احنا اخترنا فريق العمل على كفاءة عالية جدا استوعبوا ازاي ان هم يحافظوا على مستوى الخدمة ويحافظوا على مستوى النظافة اللي الكاستمرز يعني طالبها وحابب ان هو يقعد في مكان فيه خدمة كويسة وخدمة راقية وبناء عليه احنا تميزنا بالخدمة بتاعتنا وتميزنا ان الزبون عندنا راقي جدا إلى ماذا تتطلع في المستقبل؟ ما هي الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي يقوم بتخطيطها السيد محمد من أجل كلاسيكو كافيه؟
في الحقيقه انا بخطط ان كلاسيكو كافيه تبقى متواجده على مستوى امارات الدوله، وطبعا هو الموضوع مش بعيد، الموضوع ان شاء الله زي ما فتحت اول كافيه هيكون ان شاء الله في اكتر من كافيه على مستوى امارات الدوله. ان شاء الله نتمنى نحن ايضا ان يكون هناك فروع كثيره في جميع الامارات وتحقق هذا الحلم المرجو لديك. لا يوجد شيء صعب لكن لا يوجد شيء مستحيل، نحن نعلم هذا القول اكيد طبعا. بس هو طبعا انا بدور على الشخص المناسب في الوقت المناسب اللي يقدر يحط ايده في ايدي ويشتغل ويكون بيحب المجال وفي نفس الوقت نرتقي مع بعض. نعم ان شاء الله. ان شاء الله سيد محمد، نعلم بأن طريق النجاح أو تحقيق هدف مرجو يحتاج إلى وجود جنود خفاء يقفون إلى جانبنا سواء ماديا معنويا إنسانيا. من هم جنود الخفاء الذين وقفوا إلى جانبك؟ في الحقيقة طبعا الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ودايما أنا بقولها الكلمة دي إن والدتي هي صاحبة الفضل عليا الله يرحمها، لأن هي صاحبة الفضل عليا في كل خطوة خطيتها في حياتي وفي الخطوات المستقبلية إن شاء الله. رحم الله والدتك، من تحقيق النجاحات والطموح التي ترجوها. ربنا يكرمك. سيد محمد، نحن نعلم بأن كل شخص وصل إلى نجاح ما يكون لديه خبرة يحتفظ بها ويعطي نصيحة للفئات العمرية المقبلة على العمل سواء شابات أو شباب. ما هي النصيحة التي يقدمها سيد محمد لجميع الفئات العمرية؟ في الحقيقة إن يعني أنا بنصح أي إنسان سواء كان رجل أو امرأة مقبل على أي مشروع لازم يكون عنده الحب للمشروع، عنده الفكرة، عنده الطموح إن هو ما يقلدش حد، يشتغل على فكرته وينميها وبناء عليه هيبقى إنسان متميز. سيد محمد، جائحة كورونا التي مرت على هذا البلد كيف تم تجاوزها من قبلكم، وما هي الخطط الاحترازية التي قمتم باتباعها لتجاوز هذه المرحلة؟ بالنسبة لجائحة كوفيد 19 احنا مجرد ان احنا التزمنا بتعليمات الهيئات المختصة والتزمنا بتعليمات الأزمات والكوارث وبناء عليه طبقنا كل اللوائح اللي قالوا عليها وكل الشروط اللي قالوا عليها، والحاجة دي طبعا لمسها الكاستمرز عندنا في كل خطواتنا في النظافة والتعقيم وتدريب الموظفين على التعامل مع الجائحة بشكل احترافي بناء على توجيهات الجهات المختصة. ما هو النجاح من مفهومك الشخصي؟ التجربة التي قمت بتحقيقها أو تنفيذها أو الخطوة بها خطوة بخطوة، ما هو النجاح؟ النجاح طبعا في رقم واحد في رأيي أن لازم يبقى الإنسان مراعي ضميره في كل خطوة بيخطيها في تعامله مع البشر أو التعامله مع الجهات اللي هو بيتعامل معها، لازم يكون عنده مصداقية، وبناء عليه النجاح بيتبني من بداية كلمة مصداقية، يعني ما بيتبني بالجهد والعرق، ويبقى عنده مصداقية بينه وبين الجهات اللي هو بيتعامل معها سواء إذا كان كاستمرز أو أي جهات أخرى. سيد محمد، دولة الإمارات دائما تسعى لخلق فرص لجميع الشباب المقبلين على العمل، دائما تسعى لمساندة جميع القطاعات بكافة أنواعها، ما رأيك بهذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للجميع؟ حقيقة في بداية الأمر الدعم اللي أنا شخصيا قابلته إن ما خدتش وقت كتير وأنا بفتح مشروعي، وكان في تسهيلات كبيرة جدا من الحكومة ومن من الجهات اللي هي زي الدوائر الاقتصادية أو البلدية أو أي جهات أخرى. السرعة في بدء المشروع دي أهم دعم. بس ما هي الرسالة التي توجهها لجميع قادة وحكام وشيوخ دولة الإمارات، هذه القيادة الرشيدة التي تؤمن جميع الفرص لجميع الناس، شابات شباب صغار كبار، جميع أي شخص لديه طموح يتحقق في ظل هذه القيادة الرشيدة، يستحقون رسالة شكر وامتنان؟ حقيقة أنا بشكر دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وقيادة وشعب، لأن الدعم اللي احنا بنشوفه والأمن والأمان اللي احنا عايشينه على دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا بصراحة مش حاسس إن أنا يعني وافد، أنا حاسس إن أنا من أهل الإمارات وحاسس إن أنا من بلدي يعني. نحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت حضرتك إلى هذه الرسالة التي قمت بإرسالها للجميع، وواثقون بأنها ستصل إلى جميع قلوب كل من يسمعها.
شكرا لحسن الاستضافه، شكرا لهذه الكلمات الرائعه التي خرجت من قلبه، الى هذه الرسائل الجميله التي قمت بتوجيهها لجميع الشباب والقاده والحكام والشيوخ. شكرا لك سيد. شكرا شكرا. لقد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقه جديده وقصص نجاح جديده. الى اللقاء. دبي تعطي كمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها، اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا، ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه، ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحم أبوي زايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع.